دلوقتي عايزة أعمل معاكو وصفة لذيذة جدا، سهلة وسريعة بس هتعجبكم جدا، وهي وصفة الحمص. هنعملها مع اللحمة المفرومة كده بالزبيب بطريقة لذيذة وصوص جميل جدا. تعالوا نشوف ايه هو المقدار معايا. مقاديري هتكون عندي اللحمة المفرومة المعصجة بالبصل، وعندي الحمص، حمص مسلوق، توم، ليمون، كمون، ملح وفلفل، زيت زيتون، زبيب، ودبس رمان، ومعايا الطريقة سهلة سريعة ولذيذة جدا، والطحينة بنحطها معاها. أول حاجة كده هعملها إن أنا عايزة إيه، أجيب اللحمة المفرومة بتاعتي الحلوة دي، وإيه هحطها كده أهو، عندي هنا لحمة مفرومة والزبيب ودبس الرمان الله الله على الكومبو الجميل قوي قوي ده. اديهم تسويحه حلوه مع بعض. وعلى ما يتشوحوا تعالوا نعمل مع بعض الحمص، حمص مسلوق، وهنحطه هنا كده معايا الثوم، الكمون، والملح والفلفل، والطحينة، وزيت الزيتون، مع شوية مية، وتعالوا نضرب ضربة حلوة كده في الخلاط. يلا بينا. حلوة قوي. نفتح بقى. يلا بينا. نجيب طبق التقديم بتاعنا، نحط الحمص بتاعنا الجميل، جميل قوي. هجيب كده لحمة مفرومة معصجة بدبس الرمان، قد ايه بتطلع حلوة جدا جدا مع الزبيب ومعاها كده. حلو قوي قوي. وهنا كده نزود بس شوية من الزبيب في النهايات. والخضرة مع الليمون وزيت الزيتون، وتتقدم